فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. مش عند باك تقول لي الوليد راه الشيء اللي كدير فيهم راه قال الله تبين لي وتهضر معاه. مشي عند خوك، مشي عند زوجتك، تقول لها هادشي انا وياك راه غير كنلعبوا كنربعوا، راه ما تنصلوش الصبح، راه قران الفجر مشهود، راه دايره فريضه. واه واش حنا غنبقاو هنا اش غنقولوا قدام الله في قبورنا؟ واش حنا غادي نبقاو ناعسين ولدنا ولادنا ونبقاو خامرين نتفرجوا حنا في المسلسلات؟ المسلسل التركي، المسلسل المكسيكي، المسلسل ديال القا ديال الكحله، تسلسلونا بالسلاسل، اربعه هاد المسلسلات في النهار، اربع سوايع كنت نعطيو القران غير ساعه في النهار. اللي كيغتغير الاحوال ديالنا. تلقى مراه قاعده مقابله عايشه في تالودانت ولكن عقلها مكسيكي. هي راه عايشه هنا في طرف الله ولا في باب الخميس ولا باب الحد، ولكن عندها التوالي هي غاديه مع كريستينا والليمونه وداك الشيء. مشي كتشوف داك الشيء. بغات تلبس حتى هي بحالهم، قالت لك بينا الصالون تركي، وانت تعيشي في تركيا وديري تركي انت في تالودانت. الحياه مخده وجلسي واصبري. شحال وصلنا تركيا اش بينا؟ واش هادشي اللي خدينا حنا هادشي هذا هو ديال الثقافه ديال الحضاره؟ واش هاد التبرج وهذا النسخ هو اللي بغينا؟ واش عرفتوا فين وصلنا في البلاد؟ 500,000 مولود غير شرعي. واش كتفهموا الارقام؟ 500,000 مولود غير شرعي، 26,000 كتولد كل عام في الدار البيضاء بوحدها من غير اب، حاله السيده 30,000، الاغتصابات والجرائم جونا ماشي جونا غير من الاعلام ومن الاختلاط ومن المخدرات الدري هز الزين كلشي هز السيف والشواقر. مالنا عندنا هنا غزوه تبوك كون يهزينهم على اعداء الدين على بعضياتنا كنقتلوا بعضياتنا. واش المسلم العاقل جارك يغتصب بنتك اللي عندها عامين ونص ويقتلها؟ واش المعلم المربي يغتصب بنت كتقرا عنده امانه؟ واش هذا قال القران؟ واش هنا المسلم يوقع بزنا المحارم يطمع في بنته ويضيع لها مستقبلها؟ شتي فين وصلنا؟ راه شتي بغي الاعلام والانترنت والتليفونات وقال لك راه دايره ميديتيل 100 ميساج ب 5 دراهم. من غتصيفط انت 100 ميساج لجداك؟ لمن غتصيفط 100 ميساج يقلي باش؟ واه زعما كاع هادشي صله الرحم والمحبه وخوتك زعما 100 وقال لك ديري لها نهار الا ما صيفطتيها بالنهار تمشي، حد عارفين كتصيفطها في نص ساعه وقال لك ديري واحد الساعه فابور من 12 الليل ثلاث ما حنا غنهضر معاك 12 الليل ياك اودي لاباس. واش كاين شي واحد غيهضر مع امو مع 12 الليل؟ اذا بين قوسين هذا تشجيع على الفساد. لا ما نبقاو نضحكوا على روسيا، هذا تشجيع على اثاره العلاقات بين الشباب والبنت راه داخله اللي بيسد عليها ولكن راه ما سدش عليها. راه مغطيه ولكن ما مغطياش. راه الثوره وصلت دول اخرى. راقبوا هواتف ابنائكم وبناتكم. عارف اش كيدخل لدارك وعارف القنوات اللي عندك في البارابول، ما تبقى عارف في المكتب تدخل عليك شي مصيبه لدارك. راقب، راه ماشي تشدد هذا راه احتياط.